أصدقائي مرة أخرى بقناة تعلم العود بطريقة سهلة مع زياد، مع أستاذ الموسيقى زياد هادي من العراق، وتحياتي لكم وأتمنى أن تكونون بألف ألف خير، وشكرا لاشتراككم، وأتمنى الأصدقاء الجدد أن يشتركون ويضغطون زر الإعجاب حتى يوصلهم ما هو جديد. وفي الحلقة السابقة اللي هي الدرس كان السابع كنا تناولنا أنه ضغوط الأصابع وأيضا السلم الموسيقي سلم العجب، واللي إن شاء الله في درس قادم وكرر سلم العجب حتى يكون ذو فائدة لأصدقائي. اليوم حلقتنا هي أنا أتحدث عن أهم المناهج الدراسية اللي أنا طبعا من ضمن المناهج الدراسية اللي راح أعرضها أمامكم بعد دقائق، واللي كمان لحظة في الصورة هذا المنهاج اللي أنا وضعته لخمس سنوات للمعهد العالي للموسيقى في بغداد، وايضا حسب تجربتي في تونس في المعهد العالي في ولايه قفصه الجنوبيه في وضع الاسس الاولى في تعلم العود، وايضا المناهج الدراسيه الاكاديميه اللي هي مهمه جدا على صعيد الوطن العربي. ومثل ما تشاهدون هذا لواحد من المناهج اللي أنا وضعتها لترتيب العود، ومناهج تدرس بصيغة سهلة جدا وبصورة طبيعية جدا بدون التعقيد وبدون كثير من التساؤلات، بحيث يكون للطالب يكون سهل. وهذا أيضا منهاج ثاني، وهو تمارين تكون منغمة لمتعلم العود. نتحدث عن الأكاديميات أو للطالب يريد يتعلم أيضا معطي هذه المناهج، أما للمتعلم متعلم العود بطريقة حرفية أيضا موجودة عندي، لدي عدة طرق من ضمنها كثير اللي هي الحرفية، واللي هي وضعتها على أساس المعرفة للطالب، واللي وضعتها لكم في الدرس الحالي، واللي إن شاء الله بعد دقائق إن شاء الله أو الدرس القادم إن شاء الله راح أعطيكم النوطة الحرفية اللي راح تكون لأغنية لسه فاكر، اللي هي تكون في بداية العجم، واللي هاي مهمة لكم، وأتمنى أنه نوفي ونكفي في عملية التدريس التي تضع الطالب والمتعلم والهاوي في الطريق الصحيح. أتمنى منكم الاشتراك وضغط زر الإعجاب، وأيضا أي استفسار الاتصال أو سؤال على رقم الواتساب الموجود في صندوق الوصف. تحياتي لكم وشكرا جزيلا، وتابعوني عن قريب إن شاء الله. تحياتي لكم.